السلام عليكم، رمضان مبارك كريم على جميع الأمة الإسلامية. في البداية شكرا للمنبر ديال جورنال أصوات اللي تيواكب جميع الأحداث سواء كانت محلية هنا في الإقليم الحسيمة ولا وطنية. بالنسبة للإجراءات الاحترازية اللي أعلنت عليها الحكومة مؤخرا، كما تشوفوا سكينة الحسيمة ملتزمة بالحجر الصحي الليلي اللي تيبدا مع 8 العشية وتيسالي مع 6 الصبح، ملتزمة التزام تام كما تتشوفوا. واخا حاجة صعيبة، يعني هذا الحجر صعيب نفسانيا على النفسية ديال الساكنة والنفسية ديال خصوصا الأطفال الصغار. وبالنسبة عاود للناس اللي تي صوموا رمضان تيفطروا، وخصهم ديك ديال نص ساعة ديال المشية ضروري باش تخدم الأكلة اللي كلاو، ولكن خصنا نحترموا القرار ديال الحكومة كما كان الحال. بالنسبة للأجواء العامة هنا الحسيمة، أجواء تتخيم عليها الهدوء في هذه الساعة بالضبط. وفي النهار الناس اللي خدامين شغلهم، اللي خدام خدام، واللي ما خدامش جالس في الدار ملتزم بالإجراءات الاحترازية وملتزم بالحجر الصحي المنزلي. وتنتمنى من الله سبحانه وتعالى، تنطلبوا يرفع علينا هذا الوباء والبلاء في أقرب وقت باش نرجعوا للحياة ديالنا الطبيعية. صراحة هذا الوباء أثر علينا شوية نفسانيا كما قلت لكم قبل، خصوصا على الأطفال الصغار ما كناش موالفين. دابا غير الجيل ديالي أنا ديال التسعينات ما كناش موالفين بهذه الإجراءات الاحترازية وبعد الإغلاق الليلي، وهذه كانت الحرية وهذه، ولكن لأن الظروف يكون أحكم، غنتمشاو مع الواقع. وكما قلت لك من قبل، نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء في اقرب وقت باش نرجعوا للحياه ديالنا الطبيعيه. وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.